سوسكا اشتركت عن فئة الراب، وده اللي خلاها تواجه صعوبة في أداء الأغنية، وخلى الفريق الأسود مش عارف يعمل معاها إيه. المفروض دلوقتي عشان أغني معاهم في الديو دوت لازم أغني معاهم راب، لأن أنا ده لوني. أنا بس عايزة الكورس. الكورس فين؟ أنا بس ما أنا هقولك بعد حس فيها ظروف في حالي. دي أغنية حب، لازم أرد أنا كلام رومانسي. سوسكا اللي معانا بسم الله ما شاء الله في الراب يعني فظيعة. مش عارفة لجنة الحكم هتقول ايه يعني. يلا يلا سيدي وصالك، سيدي وصالك، سيدي وصالك، سيدي وصالك، زاد عليا حنيني. ايوه هجاوب انا عليك لاني بحب ركوبة متريك، نفسي مرة حبيبي اشوف فرحتك ضحكة عينيك، كلامك نظراتك ليا من واحنا صغيرين، قلبي ليك عمال بيدق. ايوه بحبك من سنين، من ايام لعب المدرسة والمريلة والديبرتين، لما تبعد عني في يوم قلبي ليك مليان حنين. محمد صفا اتفضل قدام. احنا مع الاسف انت مش هتبقى معانا في المسابقه، فرصه تانية ان شاء الله. سبع ولا ضبع؟ قطه. قطه الحمد لله. زرت سوسكا، انت في منطقتك كويسة، لكن احنا مش عارفين نديلك اي درجة، لا انا ولا استاذ هاني ولا استاذ حلمي، لانك انت في سكة تانية في مكان تاني. بس مبسوطين بكلامك، كلامك حلو أوي مؤلفة جامدة جدا، وان شاء الله انا ان شاء الله بالتوفيق انك انت هتبقي كويسة ان شاء الله. انما فيما عدا الثلاثة الباقيين انتوا توفقتوا خلاص، والف مبروك. ايه؟ طب مالك في ايه؟ مفيش. ايه ده ايه ده ايه ده؟ والله انا كنت اتمنى ناس من اللي معايا ينجحوا، بس خير الحمد لله. الحمد لله الحمد لله، انا عملت اللي عليا واتمنى المرحله الجايه ان شاء الله ان انا اكون موجوده. انا ما توفقتش بس الحمد لله الحمد لله، انا خدت شهاده من الثلاث نجوم ان انا حد قوي جدا في الراب، بس انا ماليش مكان في الراب وسط النجوم الكبار اللي الناس صوتها جامد جدا. عشان يا حبيبتي انت جميله قوي، وانا عايزاكي تاخدي صوت الحياه. بتعيطي ليه؟ مش عارفه، لازم احبهم.